بسم الله الرحمن الرحيم. ومرة أخرى مشاهدينا مشاهدين الفضائية الأردنية سما الخليج، وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن الذين قدموا وأعطوا الأردن من كل قلب ليبقى الأردن الأغلى والأجمل. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم لهذا الأسبوع من مدرسة وروضة المدينة الفاضلة الدولية، ومعنا الآن سعادة الأستاذ إسماعيل أبو دريع صاحب ومدير عام هذه المدرسة. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم ونعرف سبب تميزه، وإن شاء الله كحلقة توفيقية وكتجربة إيجابية أيضا لكم الأجيال القادمة. بالبداية حفظ الألقاب إسماعيل أبو دريع، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أهلا وسهلا بكم، ويسعدني أن تكون هذه الفضائية في مدينة السلط في هذا اللقاء. نعم. وشكرا لكم ولجهودكم. الله يسلمك، احنا ان شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج الوطن الكبير، مبادرات وطنية وكفاءات أردنية، واحنا ان شاء الله نعتبرك ككفاءة وكتجربة إيجابية إلى كل الأجيال القادمة. ولكن دعنا نعرف كسياسة البرنامج، دعنا نعرف المشاهدين بحضرتك. أكيد هناك بدايات، هناك مكان تضارعت فيه، نرجع للوراء، هناك مثل أعلى أيضا في كل إنسان في حياته. من هو سعادة الأستاذ إسماعيل أبو دريع؟ كيف كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية سيدي؟ تفضل. بارك الله فيكم. أنا لست سعادة بل إنسان بسيط. نعم. الأستاذ إسماعيل محمد أبو دريع درس في مدينة السلط في بواكير أيامه، ثم درس في مدرسة السلط الثانوية أم المدارس، وتخرجت منها عام 1971. وبعد ذلك التحقت في معهد تدريب عمان، كلية تدريب عمان، ثم حصلت على الشهادة الجامعية الأولى وكذلك على شهادة الماجستير في القياس والتقويم، وها أنا ذا الآن في هذا العمل أقوم بكل واجبي وكل إمكانياتي، علنا نستطيع أن نضع لبنة أخرى في هذا المجتمع الأردني العظيم. سيدي نرجع للوراء شوي، يعني كحلقة توثيقية إن شاء الله، أكيد هناك مثل أعلى في حياتك اللي هو والدك رحمه الله. الصفات اللي أخذتها من والدك سيدي؟ والدي رجل عصامي وتعرفه السلط بالكامل، كان حافظا للقرآن ومجتهد، وكان ذو صوت جميل، وصاحب طريقة صوفية معتدلة، ترك فينا آثارا طيبة وقيمة. عندما كنا نجالسه لم نكن نسمع منه إلا الموروث الحسن والأخلاق الحسنة، وهذا من طبع في صفاتنا وفي أخلاقنا. هذا الرجل هو مثالنا، ولكن هنالك أمثلة أخرى. من المدرسين الذين درسوني في مدرسة السلط الثانوية أعتز وأفتخر بكل معلم كانت له بصمات في حياتنا، حيث كان كل معلم عبارة عن قامة تربوية عظيمة. هؤلاء العظام هم الذين تركوا فينا هذا النوع من التعليم الراقي. نعم. الذي نتمنى أن نصل إليه في هذه الأيام. نعم. سيدي نتكلم ساعات، يعني سيد إسماعيل أبو دريع، يعني دخولك إلى مجال التعليم بالتحديد، يعني كان ضغط منك أو تشجيع من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء سيدي؟ نحن عائلة متعلمة. نعم. ونعشق التعليم، وعندما بحثنا في أي مجالات ندخل ونرتقي وجدنا أن التعليم هو أقرب إلى نفوسنا، فدخلنا في مجال التعليم، وهذا جعلنا أن نفكر في بدايات معينة. فعملت في وكالة الغوث لمدة 11 عاما، ومن ثم اشتغلت في دولة الإمارات، وبعد ذلك في دولة قطر اشتغلت فيها فترة طويلة، حيث هذه الدولة أضافت لنا الشيء الكثير. ودولة قطر هي دولة رائعة في التعليم، وتعلمنا منها أمور كثيرة جدا. دولة قطر تركت بصمات عظيمة على إسماعيل أبو دريع ماديا وتعليميا، فجعلت منا نستطيع أن نعود إلى الوطن وأن نقوم ببناء مصلحة خاصة. فارتأينا أن المدرسة هي سبيلنا
وما نفهم به. نعم سيدي، نتكلم التعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية ما بين الماضي والحاضر، كيف تنظر إلى تطور التعليم بالأردن يا سيدي؟ لكل وقت رجاله ونظام تعليمه. نعم. فالتعليم في السابق كان الأهل دائما مع المعلم، وكان التعليم ممنهج بطريقة جيدة، وكان المجتمع كله همه تعليم أبنائه كما هو الآن. ولكن ربما لأن الأعداد كانت قليلة كان التركيز أكثر، وخاصة على القيم. والآن القيم موجودة ولكن هي بحاجة إلى تهذيب، وهذا ما نريده ونوده من هذا المجتمع ومن مدارسنا، أن نركز على القيم وأن نركز على الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نتكلم شوي في ظل هذه الظروف، ظروف كوفيد-19، جائحة كورونا، آلية التعايش مع هذه الجائحة، كيف تعايشت معها؟ ونتكلم عن التعليم الوجاهي سيدي، هل أنت مع التعليم الوجاهي أم التعليم عن بعد سيدي؟ بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا، أشكرك على طرحه. التعليم دائما إن لم يكن وجاهيا فهو ناقص. الوجاهة من كلمة وجاهة، فالوجاهة دائما في التعليم تعطي الطالب وتعطي المعلم القدرة على إيصال المعلومة بطريقة سليمة، والطالب يتعلم من زميله الآخر داخل الصف، ويتعلم من المدرس. ومنظومة القيم عندما يكون الطالب أمام المعلم ومع أصدقائه في الصف يتعلم منهم الكثير. لذلك في جائحة كورونا بذلت وزارة التربية والتعليم أقصى جهودها لكي يستمر التعليم في ظل هذه الجائحة، وهي مشكورة على ذلك بشكل كبير. ولكن نعود إلى البدء، فالبدء أن الوجاهة هي الأفضل، وهذا ما تم في هذا العام وأعلنت عنه وزارة التربية والتعليم مشكورة أن التعليم وجاهيا، ووضعت بروتوكولات للدوام، وهذا مما جعلنا ننظم أمورنا كقطاع خاص، وأن نجتهد في التعاقد مع المعلمين والمعلمات حتى لا يحدث إرباك كما حدث في السنوات السابقة. هل الإرباك سيدي زي ما تحدثت أنه هل يؤثر على الطلاب أو على الأهالي أو على المدارس الخاصة؟ يعني من ضمن مثلا وزارة التربية والتعليم تعطي قرار ورئاسة الوزراء تعطي قرار، تخبط هذا سيدي؟ نعم، هذا كان قبل فترة من الزمن، حصل هنالك تضارب ما بين الإعلانات مما جعل هنالك إرباكا في العملية التعليمية. ولكن الآن أصبح العمل منظما، فالقرارات كلها تصدر من وزارة التربية مشكورة، فهنالك الآن انتظام في جميع المدارس الخاصة والقطاع العام، فانتظمت المدارس وتعد وتهيئ نفسها الآن للمفقود التعليمي وليس الفاقد التعليمي. فجميع المدارس هيئت نفسها اعتبارا من 15/8 لأن تبدأ بالمفقود التعليمي حتى نعوض أبناءنا وأطفالنا جزءا مما فقدوه، هو ليس كبيرا ولكن سيعوض بعض الشيء، وسيدرب أبناءنا حتى يكونوا في 1/9 إن شاء الله على مقاعد الدراسة، وقد التأموا في مدارسهم وعادت البهجة إلى هذه الصروح. نعم سيدي، نتكلم شوي، ونحن اليوم يعني في مدرسة وروث المدينة الفاضلة، يعني في طريق السوق في طريق الصلب، يعني نتكلم عن هذه المدرسة إذا العريق وهذه الأجهزة الحديثة اللي تتمتعون فيها والتقنية العالية في المدرسة، يعني كيف أجتك الفكرة أنك تعمل هذه المدرسة في ظل هذه الظروف؟ مدرسة المدينة الفاضلة هي امتداد لمدرسة السلطة الحديثة، حيث قمت بتأسيس مدرسة السلطة الحديثة قبل 28 عاما، وهذه المدرسة خرجت آلاف من أبناء السلط ومن أبناء الوطن، ومنهم الآن في مناصب عالية ومراكز متقدمة.
هذه المدرسة مدرسة سلطة الحديثة هي التي عملت على بناء هذه المدرسة، مدرسة المدينة الفاضلة. فارتأيت أن أقوم ببناء مدرسة أخرى في مدينة السلط، هذه المدينة العريقة التي تستحق كل عمل طيب. فلا يجوز من عاش في مدينة السلط أن يهرب منها، فعليه أن يقوم بأداء رسالته في هذه المدينة العظيمة، مدينة السلط، التي تخرج منها آلاف بل الآلاف المؤلفة من أبناء الوطن في جميع مراكزهم، علماء وعلى مستوى عال من العلم والمعرفة. فالسلط الجميع يشهد لها أنها أم المدارس. سيدي العزيز، كل من يعمل، ليس مدرسة المدينة الفاضلة أو مدرسة السلطة الحديثة، كل من يعمل بإخلاص في عمله، في مدرسته، في مصنعه، في أي موقع كان، سيتميز. على الإنسان أن يتقي الله في عمله، وأن يخاف الله، وأن يجتهد، وأن يضع كل علمه في عمله، و لا يفكر في الوضع المادي بشكل كبير. كل إنسان يحب أن يستفيد وأن ينتصر في عمله، ولكن هذا في النهاية ليس هو المطلوب الرئيسي، لأن العمر قصير، وعلى الإنسان أن يترك بصماته في أي منطقة وفي أي مكان كان. ونتكلم عن السلام العام أيضا، وفي ظل هذه الظروف جائحة كورونا، يعني السلام العام الموجود عندكم في هذا الوضع. نعم، أولا لا يمكن ترخيص أي مدرسة خاصة إلا بعد أن تأخذ الموافقات كاملة من وزارة التربية، من الدفاع المدني، من الصحة، تمر بمراحل دقيقة جدا، وبعد ذلك قمنا بإضافات للمدرسة، بأن جعلنا في كل طابق جميع البروتوكولات التي طلبتها وزارة التربية والتعليم، من معقمات، من مواد، لأن هذا يفيد المدرسة الوقاية. والوقاية. نعم سيدي، يعني
نتطرق إلى موضوع آخر ألا وهو الحمد لله رب العالمين المملكة الأردنية الهاشمية الله عز وجل حباها في منظومتي نعمة الأمن والأمان. واحنا يعني ايام فصلت عيد الاضحى المبارك وعيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال مئوية الاردن، يعني في ظل هذه المناسبات الوطنيه ماذا توجه رساله الى جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين الزيني؟ يا سيدي، نحن نعيش في كنف دوله هاشميه رعاها الهاشميون، وعلى راسهم الان جلاله سيدنا الملك عبد الله بن الحسين ادامه الله. فنحن في كنف دولة كل المشاريع تنمو بسبب الأمن والأمان. فأنت عندما تفكر أنك في بلد آمن تطور مشاريعك، وحتى الخارجون عن الأردن يفكرون في الاستثمار في البلد لأن هذا البلد آمنا بفضل حكمة ورعاية جلالة سيدنا الله يديمه ويحفظه. فنحن في الأردن هذا بلد الأمن والأمان، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا دائما. اللهم أمين. يعني دائما لا ننسى أيضا جلودنا البواسل المرابطين حول ثغور وأمن واستقرار هذا الوطن، يعني نرفع لهم التحية والقبعات وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة. يعني وأستاذ إسماعيل أبو دريع، ماذا توجه لهم رسالة سيد أيضا؟ يا سلام، هؤلاء هم من ترفع لهم القبعات، رجال الأمن والجيش والمخابرات وكل من يعمل في حماية هذا البلد، الرجال المجهولون، الرجال الذين يعملون بصمت وبحكمة وبقدرة وكفاءة عالية ترفع لهم القبعات. والأمن في الأردن مشهود له في كل العالم. من هم رجالات الأردن؟ من هم جنود الأردن؟ من هم رجال المخابرات؟ من هم رجال الدرك؟ من هم رجال الأمن؟ فلهم كل التحية والتقدير من كل مواطن في هذا البلد، ونتمنى لهم كل التوفيق والمحبة والتقدير لكل فرد منهم. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعنا لتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ إسماعيل أبو دريع صاحب ومدير عام مجلس روضة المدينة الفاضلة الدولية، كل الشكر والتقدير سيدي على حسن هذا الاستقبال وهذا اللقاء الدافئ. سيدي أشكركم جدا، وأشكر الشباب الرائع متمثل بحضرتك وحضرة الأخ المصور، فأنتم أنتم الذين تضيفون إلى البلد بكلامكم الطيب وحكمتكم الطيبة وهذه المعاني السامية، أنتم الإضافات، وأتمنى لكم كل التوفيق ولمحطتكم كل التوفيق. الله يسلمك، شكرا لك.